ختام المهرجان المرموم السنوي مع تحديات الميدان الذكي. ننطلق مع أشواط الكبار، أشواط التحدي والمنافسة، أشواط أبناء القبائل مع الحيل والزمول. انطلاقة الشوط الثامن لفئة الزمول المهجنات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات. الرحلة المتواصلة مع الأسماء المندفعة والمنطلقة بتحديات هذا الشوط، ومع هذه الشعارات الباحثة عن الإنجاز، الباحثة عن السيارة، والباحثة عن الناموس. نتابع تحديات ومساري هذا الشوط مع الانطلاقة ومع البداية. هناك المقدمة بتواجد هذا الشوط باكو سلطان بن سعد بن سلطان المسافري مع المقدمة، ينطلق مع التحديات الأولى ومع صدارة الشوط بتواجد باكو على المركز الأول. نتابع المركز الثاني ونتابع تحديات هذا الشوط مع الأسماء اللامعة، مع الأسماء المندفعة والمتواجدة بهذا التحدي من أرضية ميدان الذكي. نتابع هذه الشعارات المنطلقة ميدان المرموم مع هذا المهرجان الختامي السنوي، وبهذا الحفل والمهرجان المتميز نتابع الأسماء والشعارات المتواجدة بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. نتابع هذه الانطلاقات ونتابع الأسماء الباحثة عن الإنجاز، الباحثة عن الناموس وعن السيارة التي رصدت لهذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والواصل هنا جياش محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي مع المركز الثاني. نتابع البقية، نتابع المركز الثالث بهذه المنافسة والتحديات مع الأسماء المتواجدة بمنافسات هذا الشوط. المركز الثالث نتابع شاهين حمد بن محمد بن صالح بن حمد المري مع المركز الثالث، يتواجد بتحديات ومسار هذا الشوط. المركز الرابع هنا الانطلاق والتحدي أيضا مع مشاركة زوربا عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان على المركز الرابع، يشارك هذا التحدي والانطلاق. المركز الخامس نتابع رياض ناصر البخيت بن علي العامري يتواجد بمسار هذا الشوط على المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا تواجد متعب لسعيد بن حمد بن سعيد المنصوري مع المركز السادس. المركز السابع نتابع هنا مهول لعامر بن محمد بن عبيد المزروعي أيضا يتواجد بتحديات هذا الشوط على المركز السابع. المركز الثامن هنا مشاركة شديد راشد بن سيف بن كاسب المسافري يتواجد على المركز الثامن أم المركز التاسع. نتابع الغدوم والتواجد مع بطاش لظاهر بن جمعة بن حارب المهيري يتواجد على المركز التاسع. المركز العاشر هنا المتحد لسالم بن محمد بوثم العامري أيضا يشارك بهذا التحدي ويقدم لنا المتحد. هذه ندانا الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان للعشر المراكز الأولى. نتيجتنا مع الأسماء المسيطرة على دائرة النداء والنزاع من أجل الأسماء، من أجل المقدمة ومن أجل تحديات هذا الشوط. نتابع البداية ونعود مباشرة بعدما أتممت على مسامعكم النداء الأول للعشرة الأسماء المتألقة والمسيطرة على دائرة النداء. نعود مباشرة مع باكو على مقدمة الشوط سلطان بن سعد بن سلطان المسافري يتقدم إلى صدارة الشوط، ينطلق مع البداية ومع طموحات وآمال أهالي الشحانية مع باكو المتواجد على مقدمة الشوط، يبحث عن الإنجاز ويبحث عن السيارة، ما زال هو القائد لمسيرة وانطلاقة هذا الشوط مع هذا الاندفاع المتميز والتلقائي والانفرادة الجميلة مع بداية هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع الواصل جياش محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي يصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة، بينما المركز الثالث أيضا التواجد والانطلاق بهذا الشعار شاهين حمد بن محمد بن سالم بن حمد المري يتواجد ويشارك على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مهول عامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتابع هذا الانطلاق على المركز الرابع ويترقب الموقف مع المنافسة المشرفة والتحديات
هذا الشوط، بينما المركز الخامس هنا القدوم الواصل متعب سعيد بن حمد بن سعيد المنصوري يشارك هذا الانطلاق وهذا التحدي على المركز الخامس. هذه اكتفي بالخمس المراكز، اكتفي بالخمس النجوم المتألقة مع تحديات ومسار هذا الشوط بهذه الأسماء اللامعة المنطلقة الباحثة عن الإنجاز، الباحثة عن الناموس. هنا اللحظات المتميزة مع باكو. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، المسافري ما زال يسافر بالناموس، ما زال يحلق بأرضية ميدان المرموم على مقدمة الشوط. سلطان بن سعد بن سلطان المسافري مع البداية، باكو ما زال هو القائد لمسيرة وانطلاق وتحديات هذا الشوط على المقدمة، يحافظ ويسيطر على مقدمة الشوط مع باكو المنفرد المتميز المبدع مع البداية، يبحث عن السيارة، يبحث عن الناموس، يبحث عن الإنجاز، هو الأقرب لتحقيق الإنجاز. ولكن الأسماء هناك الواصلة القادمة بهذه المنافسة، أول الواصلين أول القادمين هناك جياش محمد بن خاطر بن هاشل الشام وأيضا المتحد. وصل المتحد مع تواجد سالم بن محمد بوثم العامري يشارك بهذا المسار وبهذا التحدي الانطلاق مع تواجد هذه الأسماء المشاركة وهذه الأسماء المتحدية من أجل الناموس ومن أجل الإنجاز. نتابع التحديات. نعود مع باكو، نعود مع الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، وهنا باكو مع سلطان بن سعد بن سلطان المسافري مع البداية. ولكن هنا القادم، هنا القادم بهذه اللحظات، هنا القادم مع التحدي. نتابع هذا القدوم وهذا خليفة بن محمد بالويع الخيالي يصل مباشرة مع التحدي، يصل ويفاجئنا مع اللحظات الأخيرة. ولكن باكو مع سلطان بن سعد بن سلطان المسافري هو الأقرب لتحقيق الإنجاز مع تحديات باكو على المقدمة ومع التحديات الأولى. المركز الثاني وصل الذيب منصور بن محمد بالويع الخيالي، وأيضا مشاركة وتحديات الهزاز لسالم بن محمد بن سهيل العامري. وصل مع اللحظات الأخيرة، وصل بسهيل، وصل العامري مع الهزاز، ويهتز الهزاز مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات المتميزة والأمتار المجنونة مع الهزاز. هنا الانطلاق والتواجد مع سالم بن محمد بن سهيل العامري، يبحث عن الإنجاز الثاني، يبحث عن السيارة الثانية بهذا الصباح. هنا الانطلاق مع الهزاز لسالم بن سهيل العامري يحقق هذا الإنجاز بهذه اللحظات. مشكور يا سالم بن سعيد الزرعي على هذا الأداء المتميز مع الهزاز، وصل وتألق بهذا الصباح، اسم تفوق وانتصر مع اللحظات الأخيرة. تهانينا لسالم بن محمد بن سهيل العامري على فوز الهزاز بناموس هذا الشوط. المركز الثاني المتحد لسالم بن محمد بوثم العامري، المركز الثالث زوربا للسيد عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان، المركز الرابع حملول علي بن محمد بن ناصر الشنجل، المركز الخامس خامسا وصول عنيد لسالم بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. مشاهدينا الكرام، هذه المنافسة الهزاز حصل على ناموس هذا الشوط وجاء بتوقيت زمني وغدره من مسافته 6 كيلومترات 9 دقائق 39 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسالم بن محمد بن سهيل العامري المركز الثاني. المركز الثاني وصل المتحد مع ثاني المراكز بتوقيت زمني وغدر 9 دقائق 44 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسالم بن محمد بوثم العامري المركز الثالث. وصل زوربا على المركز الثالث. تهاني والناموس لعبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان، جاء بتوقيت زمني وغدر 9 دقائق 45 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لجميع الفائزين. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنت